بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بعث رسوله رحمة للعالمين، وهدى به من شاء إلى الصراط المستقيم، فدعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها في مواضيع من العقيدة، ونبين الآن كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحكم حما هذه العقيدة وبينها، ونهى عن كل ما يكدر صفوها مما يناقضها أو ينقصها، ومن ذلك أنه سد كل الطرق المفضية إلى الشرك الأكبر والأصغر. من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت مع وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا وابن سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. ففي هذا الحديث منع صلى الله عليه وسلم هؤلاء وغيرهم أن يقولوا له: أنت سيدنا، وقال: السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وذلك لأنه خشي عليهم الغلو وكره أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو. وقال: لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذكم جريا له، والجري الرسول والوكيل. فبين بهذا أن مواجهة المادح للممدوح بالمدح ولو بما فيه أنه من عمل الشيطان، لأن ذلك قد يسبب تعاظم الممدوح، وذلك مما ينافي كمال التوحيد، كما أنه قد يسبب غلو المادح حتى ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه، والإطراء هو الزيادة في المدح حتى يفضي ذلك إلى الشرك به ووصفه بأوصاف الربوبية، كما حصل في كثير من المدائح النبوية التي نظمها بعض المتأخرين كصاحب البردة وغيره، مما جرهم إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، كقول صاحب البردة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. وقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لمقام العبودية وحماية للعقيدة، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لها وحماية لمقام التوحيد، عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. ومن ذلك نهيه لهؤلاء أن يقولوا له: أنت سيدنا. والسيد مأخوذ من السؤدد، قال ابن الأثير في النهاية: والسيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم، ومتحمل أذى قومه والزوج والرئيس والمقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: السيد الله، يريد أن السؤدد حقيقة لله عز وجل، فإن الخلق كلهم عبيد له، والسيد إذا أطلق على الله تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب. قال ابن عباس: الله الصمد، أي السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. قال ابن الأثير رحمه الله: فيه أنه جاءه رجل من قريش فقال: أنت سيد قريش؟ فقال: السيد الله، أي هو الذي تحق له السيادة، كأنه كره أن يحمد في وجهه وأحب التواضع. وحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر،
قاله إخبارا عما أكرمه الله به من الفضل والسؤدد، تحدثا بنعمة الله تعالى عنده، وإعلاما لأمته ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر، أي أن هذه الفضيلة التي نلتها كرامة من الله لم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بقوتي، فليس لي أن أفتخر بها. انتهى كلام ابن الأثير رحمه الله. فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما أخبر بذلك، لكن لما واجهه هؤلاء بهذا اللفظ نهاهم عنه خوفا من الغلو الذي يفضي بهم إلى الشرك. ومما يوضح هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ففي هذا الحديث ما يبين أنه نهاهم أن يقولوا يا سيدنا خشية عليهم من الغلو في حقه، فسد هذا الطريق من أساسه وأرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبودية، وقد وصفه الله بهما في مواضع من كتابه، وهما قوله عبد الله ورسوله، ولم يحب أن يرفعوه فوق ما أنزله الله عز وجل حماية للتوحيد. وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وكقوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. ونهى صلى الله عليه وسلم عن التمادح وشدد فيه، كقوله لمن مدح إنسانا بحضرته ويلك قطعت عنق صاحبك، وقال إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وذلك لما يخاف على المادح من الغلو وعلى الممدوح من الإعجاب، وكلاهما يؤثران على العقيدة. بقي أن يقال هل يجوز أن يقول للمخلوق سيد؟ قال العلامة ابن القيم اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله، قال السيد الله تبارك وتعالى. قال وجوزه قوم، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. انتهى. قال الشارح وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا بذلك، فيكون في هذا المقام تفصيل. انتهى. وكأنه يقصد بالتفصيل أنه لا يجوز أن يواجه الإنسان ويقال له يا سيد من باب المدح، ويجوز أن يقال هذا في حقه إذا كان غائبا وكان ممن يستحق هذا الوصف. والله أعلم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله في موضوع آخر من مواضيع العقيدة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.